بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ دلوقتي نتعلم ازاي نصمم صحيفة حائط على برنامج الببلشر. الأول هنفتح برنامج الببلشر من قائمة ستارت أو ابدأ مايكروسوفت أوفيس. طبعا أنا شغال على مايكروسوفت أوفيس 2013، ماشي. بنضغط عليه كده وندور على الببلشر أهوت. بنفتح معانا برنامج الببلشر، بفتح بلانك فاضي سواء لاندسكيب او بورتريت، اي حاجه مش مشكله. استنى تفارق. بنلاحظ ان هنا عندنا في تدريج راسي وتدريج افقي، ماشي، ولكن التدريج ده بالبوصه بالانش. انا ممكن اتحكم فيه ان انا اشيله خلاص كده، ماشي، مش محتاجه. او انا محتاجه هسيبه موجود، هعمل شيك بوكس ده. بس ده بالبوصه. انا عندي عايز اعمل الاول اوصل للورقه الفاضيه ديت، ان انا عايز اوصل لها ان هي لوحه 100 في 70. فطبعا هروح على التدريج ده، عايز احوله للسنتي الاول. اروح على فايل للاوبشنز، ماشي، ومن الاوبشنز اختار الادفانسد، واروح على الانش دي هيت الميجرمنت الانشز، اخليها سنتيمتر، واقول له اوكي. وبكده خلاص هي اتحولت للسنتيمتر. اروح للبيج للتاب اللي هو بتاع باج ديزاين، بيج ديزاين والسيز وكرييت نيو بيج سيز، لان انا عايز احولها دلوقتي لايه، ل 100 في 70 لوحه. عايز يكون عندي لوحه فاضيه هنا، ماشي. انا ممكن اسمي الحجم الجديد بتاع ده باي اسم انا عايزه، اي اسم، هسميه باسمه، واقول له وان بيج بير شيت. وهنا الويتس ده هو تخليه 100، والهاي خليه 70، طبعا كده بالسنتي. وعندي معاينه هنا اهي، وممكن اعمل الهوامش 2 سنتي او سنتي ونص، مش مشكله، خليها 2 سنتي 2 تاب 2. وبعد كده بتك اوكي، واضغط على اوكي. بقى عندي دلوقتي اللوحه دي، لوحه 100 في 70 100 في 70. ببدأ وعندي التدريج اهوت بتاع السنتي هنا ومن هنا. ببدأ اعمل ادراج انسيرت لدرا تاب بتاع انسيرت وتكست، واعمل درا تكست بوكس، وابدأ ارسم تكست في اي مكان. ومن التكست بروح بيظهر لي التكست بوكس تولز ودراونج تولز ديت، وببدأ استخدم الفورمات بتاع التول بتاع اللي انا محدده، ماشي. بحدده بالهاي بتاعه، اخليه 50 سنتي، والويتس بتاعه اخليه 11، ماشي، على اعتبار انه هيبقى عمود. ده العمود الاول هنا، احطه مكانه هنا على الاول الهامش هنا. بس العمود ده هو لو انا عملت له، انا عايز اعمله نسخ ولصق 8 اعمده، اول ما ابعد عنه بيختفي، اول ما بروح بعيد عنه بيختفي. فانا هعمل له حدود خطأ، يعني بلون بسيط خالص كده، بحيث ان انا بعد كده ممكن اشيله. وبعمل له كوبي من هوم، كوبي وباست. بعد عندي كده واحد جديد اهوت، واحطه مكانه بالظبط. طبعا ببدا احرك لحد ما يظهر الخط الاحمر ده، وبعمل باست تاني. انا بحرك يمين وشمال كده لحد ما يظهر الخط الاحمر فوق وتحت وفوق وراس، لحد ما يظهر الخط الاحمر ده، عشان يبقى كده متوافق مع بعض بالظبط. التالت اهو. طبعا الفيديو ده فيديو شرح، يا ريت ان انت حضرتك تطبق، تقوم بتطبيق ما تم شرحه في الفيديو ده ببساطة. عندنا تكست درا تكست بوكس وبصغره واروح احطه فوق الاثنين دول، مش باجي معاه بالظبط. وابدأ احرك يمين وشمال كده لحد ما يظهر الخط الاحمر ده برضه، عشان يبقى ده. هحط فيه العنوان والشعار من الفورمات بتاعة التكست بوكس ده، واقول له فيل شيب فيل ديت، واختار بيكتشر عشان احط فيه العنوان والشعار، عشان عندي فيه شعار جاهز هنا على سطح المكتب انا كنت محضره قبل كده. اهو البستان
ده عنوان الشعر هنا ظهر معايا على طول. ماشي اتكى على الله وباخد بعمل حاجة للمانشيت الرئيسي. حاول ان انا اظبط العملية بتاعتي. ده هو موضوع هنا كده ماشي كويس. ممكن اجمه من هنا عشان احط هنا اخر خبر مثلا هذا العدد او طبعا أسرة التحرير الحاجات دي. ماشي هو ده ممكن اعمل بقى صح كده اظبطها نفس المكان تصرف بوز الحمرا ديت. وهنا ممكن اعمل مكان لفقرة تانية كل التنسيقات ديت. يا ريت حضرتك تطبقها تقوم كلها. ماشي هنا هعمل مكان للكاريكاتير على نفس الارتفاع كمان. ممكن اخد بأي واحد واوسع هذا العدد. أسرة التحرير ممكن أكتبها هنا. آخر خبر حكمة إعلان معلومة كاريكاتير والأعمدة بتاعتي. ولكن طبعا إحنا متعرضناش كده للإيه لموضوع تداخل الأعمدة طبعا المنشط الرئيسي والمنشطات الفرعية. ماشي ومنساش في النهاية إن أنا أعمل حفظ save as واحفظ اختار المكان اللي انا احفظ فيه. ماشي ممكن اريد ان مثلا ديسكتوب اسمي الميلة بتاعتي تصميم صحيفة الحائط بتاعتي جاهزة على التحرير على كتابة الفنون الصحفية وإدراج الصور الصحفية فيها. كان معكم إبراهيم محمود مرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.